يقول أعمل في شركة لمدة 28 يوم في الصحراء، ما حكم صلاتي مع العلم أنه يوجد مصلى وليس مسجد؟ هل أصلي صلاة مسافر أم مقيم؟ وما حكم الجمعة؟ الجمعة لا تقام إلا في البلدان، تقام في محل الاستيطان الدائم، محل الاستيطان الدائم تقام فيه الجمعة. أما في البر ولو طالت مدتك ساكنا فيها ليس عليك جمعة. البادية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا حول المدينة يقطنون حول المدينة في مواضع ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة، فالذين الذين يجلسون في البر لمدة لعمل أو لنزهة أو لغير ذلك مدة تزيد على 4 أيام، هؤلاء يأخذون حكم الإقامة فلا يقصرون الصلاة وإنما يتمونها ولا يجمعون بين الصلاتين لأنهم مقيمون. وأما الجمعة فلا تصلى إلا في مواطن الاستيطان المستمر.